مشاهدينا الكرام، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة للتوصل بأحدث الأخبار الوطنية والدولية. بعدما تسبب جلال الدودي لاعب الوداد الرياضي في إغضاب فوز لقجعة رئيس الاتحادية المغربية لكرة القدم، وذلك خلال مراسيم توزيع الميداليات التي تلا فوز الأهلي المصري بلقب دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم عقب تعادله مع مضيفه الفريق الأحمر بهدف لمثلها في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأحد. هذا وفي أول تصريح من لاعب فريق الوداد الرياضي جلال الدودي على اللقطة التي ظهر فيها فوز لقجع يوبخها، قال في تدوينة له على حسابه في انستغرام: السلام عليكم، أول مرة نخرج نكتب لتصحيح بعض المغالطات لبعض الناس سامحهم الله تيكتبوا من وحي الخيال ديالهما. وأضاف الفيديو ديال السيد لقجع ما فيه لا عتاب لا والو، بل بالعكس طلبني نرفع راسي وقال لي سي با لا فان دو موند. وزاد: فعلا ماشي نهاية العالم، ولكن حنا كنا باغيين ناخدو اللقب ونفرحوا مع الجماهير ديالنا، ولكن قدر الله وما شاء فعل. وختم تدوينته بالقول: شكرا لجمهور الوداد على الدعم اللامشروط، والسلام عليكم. نشكركم على حسن المتابعة، إلى اللقاء.